لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. استكمالا للنجاحات التي حققتها مبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبعد اجتماعات مع كبار الموردين والمصانع وأصحاب السلاسل التجارية، أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من المبادرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من الأول من يونيو ولمدة شهر، لتوفير كافة أنواع السلع غذائية وغير غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وسط تأكيدات من المشاركين فيها بتحقيق الوفرة في المعروض وبالتخفيضات المعلنة. المجهود الرائع اللي بتقوم به وزارة الداخلية في موضوع الانتشار وتواجد الشوادر بشكل منظم، وكان في مشاركة ما بين الشركات وما بين التجار، ده كان ليه أثر إيجابي في تخفيض الأسعار وتوفير السلعة وإحساس المواطن بحالة من الأمان والاطمئنان. في منظور جديد للمبادرة، في تطوير للمبادرة، توسعنا في المبادرة في توسعات بإضافة شوادر رئيسية كبيرة، ضفنا إلى ذلك شوادر فرعية، بالإضافة إلى إضافة مجموعة سلاسل كبيرة أخرى للمبادرة. وطبعاً التجار المصري الشرفاء حريصين على أن هم يقدموا كل ما يستطيعوا من خلال هذه المبادرات، لأن احنا بنقول أن المبادرة دي بتعمل نوع من أنواع استقرار الأسعار والزيادة التنافسية اللي بتنعكس على المواطن بشكل إيجابي. المرة دي في خصومات هائلة قد تصل أكثر من 30% على المسلة والزيوت، بنقدمها من خلال مبادرة كلنا واحد، وإن شاء الله المستهلك المصري هيشعر بيها خلال هذه الأيام. حريصين على المشاركة في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وده بيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإحنا على أتم استعداد لأي كميات إنتاج مطلوبة مننا في خلال المبادرة بجودة عالية وبإنتاج متميز. المبادرة دي ادتنا الفرصة ان احنا نعرض خدمات الشركة ومنتجاتها في معرضها بخصومات كبيرة لقرب طبعا عيد الأضحى المبارك، وطبعا دي خدمة للمجتمع، خدمة للشعب المصري. هذه المرحلة من المبادرة تشهد توسعا في اعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، حيث تم إضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضروات وفاكهة وتجار جملة وتجزئة لضمان وفرة المعروض في 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية. النهاردة حجم كلنا واحد، مبادرة كلنا واحد حقيقي، ما بقاش يخدم مليون، بقى يخدم الشعب كله، وده حاجة جميلة ان احنا في ظهرهم. يا بلادي روحي في داليكي، اقدم حضارات كانت فيكي، انبياء وعاشوا في اراضيكي، محروسة يا مصر ومحمية. النهارده بنقدم سلعه وجوده وسعر يفوق ال 40% في الخصومات، وبنقدم كل السلع اللي يحتاجها المواطن المصري من لحوم، من جبن، من رز، من مكرونه، من زيوت، كل احتياجات المواطن المصري. جودة عالية تتميز بها السلع المشاركة في المبادرة، فضلاً عن أسعارها المخفضة والتي تصل إلى 40%، متاحة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت لسهولة وصول المواطنين إليها. احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة دي اللي بيسعد بها كل المواطنين، مستنينكم تشرفونا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تواصل منظومة أمان وتزامنا مع المبادرة
توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وقوافل السيارات على مستوى الجمهورية. من مرحلة إلى أخرى تؤكد مبادرة كلنا واحد سعيها المتواصل نحو دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية.